ابو حضره الشاب السيد هاشم السيد عباس الله يفرج عنا ان شاء الله الله يبارك المعتقل هو نموذج للمواطن والمواطن الذي يعتقل من المستشفيات وهذا ما حدث في مستشفى السلمانية أن فترة ما بعد الهجوم على الدوار وهذه ظاهرة معروفة صارت في البحرين وأن المستشفيات خاضعة للإدارة أو المراقبة الأمنية ولا يسلم في هذا البلد أي مواطن سواء كان مصاب أو غير مصاب وهذا أحد النماذج وهو نموذج أيضا للطلبة المعتقلين وهذا الحضور والتضامن يعبر عن جزء بسيط من شعور وتضامن الأخوة مع عائلة المعتقل ونسأل الله له ولجميع المعتقلين الفرج العاجل والنصر المؤجل والحمد لله رب العالمين.